نرجع تاني بقى برضو ونتكلم سريعا كده على بعض الفرق في الدوري الممتاز. الاسماعيلي عدى الازمات؟ لا طبعا لسه بدري. والهزيمة من المصري دي برضو يعني هتأثر عليه نفسيا شوية، لكن عمل مع كابتن حمزة الجمل عمل انتصارات مهمة، لكن في نفس الوقت برضو الداخلية كسبت، يعني يعني في فرق برضو بتقرب، الداخلية كسب فيوتشر مفاجأة يعني، فما زال هو في الصراع من أجل البقاء يعني. من وجهة نظرك شايف ان بيراميدز فيوتشر يقدر ينافسوا الزمالك، يقدر ينافسوا الاهلي في شكل جدول الدوري، ولا ظل برضو الاهلي ثم الزمالك السنه دي في حته ثانيه؟ ما الاهلي الزمالك هيرجع في الفتره اللي جايه بشكل كويس على المركز الثاني، هيخشوا في المنافسه مع فيوتشر بشكل قوي يعني، لكن الاهلي لا خلاص، الاهلي انا اعتقد ان ما حدش يعرف يلحقه يعني. فنيا فيوتشر افضل ولا بيراميدز؟ فيوتشر فنيا بيراميدز. لا 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 في الدوري، في الدوري، في الدوري من وجهه نظري في المباريات الكبيره يعني زمالك اهلي، اهلي بيراميدز، زمالك بيراميدز، حاسس انها اقوى شويه. شام فيوتشر طبعا. لا طبعا قولا واحدا يعني زي ما بيقولوا يعني. فنيا عالي جدا فريق فيوتشر من ساعه ما بدا لغايه دلوقتي، هو عنده مستوى ثابت ما بينزلش عنه، ولو خسر من الكرة فيها مكسب وخسارة يا كابتن، فعادي وارد انك تخسر مباراة ممكن تبقى انت مش محالفك فيها التوفيق، لكن انت بتعمل اللي عليك بتوصل يعني. انا يهمني المدرب بيوصل وما بيوصلش، بيروح ولا لا، في شغل في الملعب ولا ما فيش. فيوتشر انا شايف ان هو بأمارة يعني محسسني ان في فرق اساسا. فيوتشر وبيراميدز كانوا في مجموعه واحده في بطوله افريقيا. طب فيوتشر هو اللي حقه ان هو يطلع الاولى. بيرس كان غلطه اداريه خالد. لا لا كسب. لا من غير غلطه اداريه كان هو اللي صاعد. لا من غير غلطه اداريه هو كسب. لا مين اللي غير؟ بيراميدز كسب اخر ماتش. ماشي فيوتشر مش قصه برضو بالنسبه لي ان هو أيوة. مين يكسب مين؟ ما بقول لك ممكن ماتش ظروف مباراه يا خالد. لا حتى في النقاط تقريبا زي بعض في الدوري. انت حسستني ان فرق كبير في الفيوتشر. انا شايف فرق الفني اعلى لفيوتشر يعني لو وجهه نظري. لا انا تخش عليا، انا شايف ايه النضاره وانت ما بتخش عليا. انت مستني. لا انا شايف الفرق الفني كلاعيبه. لا بيراميدز ايه مشكله بيراميدز؟ لا بيراميدز مش عارف والله يعني، فلوس كتير قوي، لعيبه مهمه قوي، المردود قليل يعني، مش على قيمه المبالغ اللي بيتقاضوها ولا على قيمة المستوى الفني اللي عند لعيبة بيراميدز يعني.